الحل الفردي، التسديد بين اقدام الحارس نوردان عبد المناف. بالعربي ايمن، هاي المحاولة الأخيرة بالنسبة للمنتخب الوطني، كانت تسديد الحل الفردي. احنا سردون بالرغم من كان يعني محاط بثلاث لاعبين من غا، تعود الحارس في على مرتين. لا اعتقد ان الحارس سهله بالنسبه ليه. لا كانت يعني اللاعب لما رجع الكره كان لعب يعني اونتيسيبا، لعب رقم 14 اعتقد زروقي وثم زردوم. نعم زروقي هنا ثم زردوم، ما لحقش والحارس رجع الى الركنيه. ربما ركنيه تكتيب الجديد لصالح المنتخب الوطني سهله بين الحارس والدفاع. المره الثانيه يرد هذه الكره الحارس الى